في أواخر يوليو وأوائل أغسطس من العام 2001، كانت جزيرة صقلية الإيطالية على موعد مع حدث مهيب لم تشهده البلاد منذ عام 1983، عندما ضربتها سلسلة من الزلازل انتهت بثوران بركان كبير خلف مئات القتلى وآلاف المشردين. فماذا حدث؟ خلال الشهور الستة الأولى من ذلك العام، ضربت جزيرة صقلية الإيطالية سلسلة من الزلازل تركز أغلبها في شمال مدينة نيكولوسي التي تشهد نشاطاً بركانياً منذ مئات السنين، حيث يقع جبل إتنا الذي يوصف باسم جبل النار. مع حلول 17 من يوليو أحدثت الهزات الأرضية 3 شقوق كبرى بجبل إتنا، ما اعتبر إذاناً رسمياً ببداية الثوران الفعلي لأعلى بركان في إيطاليا. سارعت وسائل الإعلام لالتقاط صور مباشرة للحدث المهول، وتناقلت الشاشات لقطات مريعة لألسنة النيران وهي تتصاعد من الجبل. في 22 من يوليو كانت هناك 5 فتحات بركانية جديدة تنفث الحمم البركانية على ارتفاعات عالية بلغت عند الذروة نحو 2720 متراً، ما كان كافياً لتدمير أبراج التلفريك قرب المرتفعات. تدفقت الحمم البركانية على مدار عدة أيام نحو مدينة نيكولوسي والقرى المحيطة بها، ما دفع البعض للظن بأن المدينة حكم عليها بالفناء وأن سكانها انتهوا بقبضة البركان، لكن سرعة الحمم تباطأت مع اقترابها من المدينة وهدأت عند مسافة 5 كيلومترات. رغم ذلك دمرت الصخور المنصهرة الجارية العديد من المباني والمرافق، حيث اشتعلت النيران في منتصف الطريق فوق منحدرات البركان الأكبر والأكثر نشاطاً في أوروبا، كما عبرت فوق أبراج التزلج ومواقف السيارات والمرافق السياحية التي تزخر بها المنطقة. أعلنت حالة الطوارئ في أجزاء واسعة من صقلية، حيث تم إجلاء 40,000 شخص ممن أصبحوا بلا مأوى إلى مخيمات ميدانية، كما تم تأمين 10,000 آخرين في فنادق على الساحل. في محاولة لتبريد الحمم التي بلغت درجات حرارتها نحو 1,000 درجة مئوية، عملت القوات المحلية على إسقاط 1,000 أطنان من المياه عن طريق الجو. تدخل الجيش بالمعدات الثقيلة وكافح عمال الإنقاذ لتحويل مسار الحمم البركانية، فيما لجأ السكان المحليون لإقامة الابتهالات الدينية. لقي 308 أشخاص حتفهم، فيما تم تشريد 28,000 شخص في 26 مدينة وبلدة متضررة، كما تم تدمير ما بين 3,000 و11,000 مبنى في المدينة القديمة. قدرت الخسائر في قطاعي السياحة والزراعة وغيرهما بقيمة 3,100,000 دولار. هبت العديد من الدول والمنظمات والشركات والمشاهير للمساعدة، فيما منحت الحكومة الإيطالية إعفاءات ضريبية ل300 أسرة متأثرة، وقدمت أكثر من 5,600,000 جنيه استرليني مساعدات مالية فورية، كما تم تخصيص نحو 8,000,000 دولار لمشروعات الإنعاش في المنطقة. رغم أنه يملك واحداً من أطول السجلات الموثقة للبراكين بالعالم، لم تكن كارثة جبل إتنا الشاهق فوق كاتانيا ثاني أكبر مدينة في صقلية هذه المرة مثل أي مرة، فالأحجار البازلتية التي غطت بياض الثلوج فوق سفح الجبل ستبقى توثق ذكرى هذه الكارثة المريعة للأبد.